ricordi? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا النجم الرياضي نجم الون تشامبيونشيب نجم بريف ونجم يو اي ووريرز ونجم اي يو اف سي نجم لا يخفى عن الكثير لكنه يعني صغير في السن أنجزة. أنا لما شفت التوبولوجي مالك صفحتك كبيرة كانت فمستغرب كل إنجازات هذه من 31 سنة. فأنا قلت سبحان الله معنا اليوم أحمد فارس The Prince. كم حالك؟ الحمد لله بخير. كيف حالك أخ محمد وشكرا على التقديمة الجميلة. لا تستاهل أكثر يا أخي. الله يعزك الله يعزك. لو كان عندنا الوقت كفاية كنا حنطول. الله يكرمك من ذوقك. الله يخليك من ذوقك. الله يخليك. ما شاء الله عليك يا أخي، أنت أنجزتي يعني في الفترة الصغيرة هذه 10 سنوات. أنا استغربت يعني قلت هذا ولد صغير يا أخي. ومع ذلك أنت مهندس برضه يعني. فأنا ما قلت يا أخي لازم نعرف كثير عنك، لازم نعرف الناس عنك أنت، واللي يعرفك يعرفك واللي ما يعرفك يبقى يعرفك من الحين. شرف لي أكيد، شرف لي الله يعزك. هو أكيد يعني أنا ما حايد عليهم لكن بعيد المعلومات عليهم يعني. بسألك سؤال أنت جاوبني بصراحة فاهمني. إن شاء الله. السؤال الأول يقول متى بدأت تتمرن فنون قتالية؟ أنا بدأت من عمر صغير جدا، بدأت من 6 سنوات وأنا عمري 6 سنوات. بدأت كاراتيه، كان الوالدة حابة يعني تاخدني مكان رياضي عشان يعني أتنشي نشأة أفضل رياضيا. كان جسمي ضعيف شوية رفيع كده، مش قوي بدنيا، ف ناخده نوديه الكاراتيه. الحمد لله من اول يوم في الكاراتيه كان واضح ان انا عندي موهبه قتاليه كويسه، عندي مرونه، كنت فاتح حوض، بحب الرياضه، احب الجري، احب الاشتباك. فالحمد لله لقيت نفسي بنجح في الفنون القتاليه سريعا. تدرجت كده في الكاراتيه حوالي سنه سنتين، ثم وقفت شويه عن الفنون القتاليه. بعد ما رجعت على الكونفو والملاكمه. كنت بقى معجب بافلام سمعني. ايوه كنت معجب بسلسلة روكي بوكسينج. سيلفستر ستالون. رجعت على الكونغ فو والملاكمة، قعدت فترة ألعب كونغ فو وملاكمة حوالي 3-4 سنين، ثم منها للتايكوندو، ثم منها للجوجيتسو برازيلي. الجوجيتسو دي كانت أكبر نقلة في حياتي لما اتعلمت الجوجيتسو تحت إيد كابتن كرم صلاح. الكلام ده كان وصلت كبير يعني، كنت بقيت 17 سنة 2008. من 2008 بدأت اتعرف على الفنون القتاليه المختلطه والفاليتودو والام ام اي، وعملت الام ام اي ديبيو. كان في الفتره دي ما فيش بطولات هواه ابدا في مصر، كان الديبيو بتاع على طول بروفيشنال 2010. فعملت الماتش بتاعي الاولاني في بطوله كابتن كرم، كانت اي 51، كان اول بطوله في مصر. والحمد لله من ساعتها بقى بدات العب كتير يعني. انا في حوالي من 2010 ل 2012 عملت 12 مباراه تقريبا او 11 مباراه. 2012 كم مباراة؟ من 10 ل 13 اللي هم حوالي 4 سنين، 10 11 12 13 4 سنين عملت حوالي 11 مباراة او 10 مباريات على احسن ما اظن. يعني هذا مباراة كل 3 شهور تقريبا كنت بلعب حوالي 4 مباريات في السنة. واو، مجتهد يعني، مركز التركيز الكامل على التمرين. كام ورجع بالظبط. كان صراحة كان المستوى في الفترة دي في مصر ما كانش لسه منافسة قوية قوي، فكنت ممكن تلعب على طول ما فيش مشكلة. بالرغم ان انا كنت في الفترة دي في الجامعة كنت بدرس لسه، لكن كان كل يبقى فيه بطولة لازم اشارك، لازم العب، لازم انافس. انا بحب اكون على طول اكتف، ولولا الفترة الاخيرة ديت ان ما جاليش عروض كفاية، لو كان بيجي لي كل يوم ماتش العب. انا احب العب كل يوم يعني، القتال عندي حاجة اساسية.
حاجه اساسيه. وايش خلاها اساسيه يعني؟ ايش خلاها انت الحين يعني انت قلت لي انا كنت مركز تركيز كبير بعشر سنوات على شيء يلا، ايش خلاها تحبسها عندك يعني؟ حبسها خلاك تهتم بالرياضه بشكل عام؟ انا يعني بطبع العادي بشخصي احب ان انا يعني اكون دايما في منافسه، اكون دايما في اختبار حقيقي لنفسي. لما دقت طعم الفوز وكسبت مره والتانيه عرفت ان انا عندي امكانيات كتيره، عرفت ان انا اقدر اكون بطل واقدر يعني اشرف الناس اللي حواليا وامثل بلدي وامثل اصدقائي وامثل التيم بتاعي. فكل ما بتيجي فرصه ان انا اقدر اثبت ان انا كويس ما بتخاذلش، طالما في فرص متاحه لازم اشارك. حتى ما يكونش في ام ام اي هتلاقيني بشارك بوكسنج، بشارك كيك بوكسنج، بشارك جيتسو. لسه كان في بطوله جيتسو في مصر امبارح شاركت، على طول دايما بشارك. مجتهد يعني. انا في البوكس انا موجود. تلعب بوكسنج؟ يا ريت. اذا جيت الامارات ان شاء الله يعني لازم اشوفك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ احمد، ما انت دخلت سرع سينز؟ هو سراسنز انا ما دخلتهاش، انا اللي اسستها. ده فريقي الشخصي. كان من البدايه كان معايا حوالي اربع او خمس لاعبين اصدقائي من واحنا يعني اطفال، من واحنا خمس سنين نعرف بعض. لما كبرنا وبقينا نلعب رياضه وما دخلنا الام ام اي سوا، قررنا ان نبقى كياننا الشخصي. ما بقاش كانش لسه الام ام اي كبيره في مصر، كانش لسه في فرق كتير. قررنا نعمل لنفسنا احنا كيان شخصي، كنا بنتمرن سوا، لينا اصدقائنا، لينا مكاننا الشخصي كمان الحمد لله من واحنا صغيرين. فقررنا ندور على اسم مناسب ولوجو مناسب، وكان لنا واحد صاحبنا يعني بيحب دراسه التاريخ ويعرف افلام تاريخيه وامور كده، قال لنا نسمي الفريق سراسنز. وده كان اسم بيطلق على المسلمين ايام العصور الوسطى. فالاسم عجبني. صح. عجبني واخترناه وعملنا لوجو خفيف كده، ومن ساعتها سراسنز ام ام اي موجوده الى الان يعني الحمد لله. اسمي ونيك اسم فريد من نوعه حقيقة. هو يتفهم من جميع الزوايا، لو أنت من الغرب تفهمه، لو أنت من الشرق حتى تفهمه. بعد شرح مفصل منك أنت يعني. بسألك عن سراسنز، أنت اتخذت كمدرب ولا كلاعب ولا؟ لاعب ومدرب في نفس الوقت. كيف لاعب ومدرب كانت معك؟ انت لسه يعني الحين في سراسنز؟ انا الى الحين عندنا سراسنز اكاديمي جيم بنمرن فيه. التيم كبر بقى فيه اعضاء كتير، عملنا زي شراكه مع تيم تاني اسمه بلاك بولز. انصهرنا في تيم واحد اسمه اس ام بي اكاديمي، عندنا مكاننا الشخصي في القاهره بنمرن فيه. وانا الى الان مسؤول عن التيم في التدريب ومسؤول كلاعب، يعتبر من ابرز اللعيبه ويعتبر انا الهيد كوتش للتيم. ما شاء الله هيد كوتش. هيد كوتش ما شاء الله. ومتى دخلت التوب 10 بالبي بي باوند فور باوند في مصر؟ ايوه متى دخلت انت؟ لا من اول يوم كان بدا التابولوجي اصلا في مصر يسجل، كان موجود اسم احمد فارس على الباوند فور باوند. انا فضلت 10 سنين نمبر 1 باوند فور باوند دلوقتي اتحركت بسبب ان انا بقيت العب في ون شامبيون شيب، فبقيت دلوقتي موجود في اسيا وميدل ايست بس مش موجود في مصر. بس من ساعه ما بدا ميدل ايست سوري من ساعه ما بدا تابولوجي في مصر في ايجيبت كنت رقم واحد في الميزان ورقم واحد باوند فور باوند الحمد لله. شات حلك والله ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله عليك. زين كان عندك زملاء برضه كان معك في سراسنس، هل هم توافقوا مره وراحوا في باوند فور باوند ولا راحوا كملوا في بريف ولا مكان ثاني ولا انت بس؟ معانا اسماء بارزه في الفريق، معانا كابتن علاء منصور من اول الناس اللي بدات معايا الموضوع. هو حاليا عايش في اوكرانيا، اوكرانيا في مشاكل بس هو لعب في يو اي كذا مره، لعب في ريزا فورس كان معاه الدرع بتاع الاكاديمي بتاعتها. حاليا هيلعب ام ام اي قريب في بولندا ان شاء الله، هيعمل الدربيو بتاعه في بولندا قريب. معانا اسلام سياحه اكيد تعرفه، ايرون مان، لعب في بريف ويورز وقريب ان شاء الله في اخبار كبيره عنه. معنا محمد جون لعب في بي اف ال من ثلاث ايفنتات بي اف ال. عندنا محمد جون هو من جنوب السودان اصلا لكن مقيم معنا في مصر. واو. معنا محمد جمال لعب في وي ووريرز، معنا الحسن ابو علي لعب في بريف. الحمد لله كل الناس هنا ليها اسماء قويه.
واو في الإقليم وفي العالمية في البي اف ال في أمريكا زين. بس عن عن عنك أنت بالضبط يا أحمد، هل يقولوا أنت ما وصلت لقرار الحكام ولا مرة؟ ما فزتش مرة بقرار الحكام. كيف؟ ما شاء الله والله ما شاء الله يعني قوية هذه. ما وصلت إلا قرار الحكام ولا مرة؟ طالما بكسب فينيش. عمري ما كسبت نقطة. مش عارف يعني ده ممكن بسبب الستايل بتاعنا، يعني بحب دايما اجيب فينيش، ممكن بسبب ان حاجة بدنية عندي اكسبلوسيف بار قوي في الاول بضعف في الاخر. مش يعني مش عاوز احلل نفسي تحليل شخصي، لكن انا حتى اخر مباراتين اللي انا شفتهم كانوا ديسيشن، انت اعتقد شفتهم، كان ديسيشن قريب تاني. كنت مسيطر على اول الجولات سواء في وان شامبيونشيب او في لقب الحزام مع علي القيسي، كنت مسيطر في اول ثلاث جولات. صح. والمباراة هذيك كانت في وان تشامبيونشيب مع كلي في البناء ادوارد كلي. ايوه هذيك وصلت للحكام. بلاي ديسيشن انا كنت برضو جايب بداهم في الجوله الاولى والجوله الثانيه كلها هو جوه سبمشن في الانجل، كان هيعمل تاب خلاص، لكن هو اتحمل والجوله الثالثه كانت بتاعته. يعني الى الان حاسس ان انا كسبت الماتش ده، ما كسبتوش بصراحه. هو يعني انت كنت مسيطر عليه، انت الشوط الاول والثاني كنت مسيطر عليه كليا. ما شاء الله ليه شرف. خلنا نسوي سؤال ثاني من الورقه، ليش ايش الفرق بين الرياضات والجيجيتسو؟ انت قلت لي بدات بالكاراتيه بوكسينج كونفو، جيجيتسو كان نقل كبير في تاريخك. انا لاحظت الشيء هذا لانه الدفاع عندك صار 100% من حته الادفانس خلاها. هل الجيجيتسو ضروري لاي رياضي في الام ام اي؟ طبعا كده كده القتال صحيح بيبدا على الواقف، بيبدا بالاسترايكنج دايما بيبدا كده، لكن بمجرد ان الاثنين يشتبكوا او يتعبوا او يلتحموا او جولات مع تقدم جولات في نهايه الجوله، يعني الواحد بيبدا بصحته ونفسه كامل في اول دقيقتين ثلاثه، بعد ما يبتدي يتعب غصب عنه بيبتدي يشتبك مع الخصم، الضربات بتبقى اقل قوه، فاللي عنده جيتسو بيقدر يخلص. وفي النهايه صحيح القتال بيبدا على الواقف، لكن غالبا بينتهي على الارض. فاللي ما عندوش جيتسو فرصته قليله جدا، يبقى قدامه رهان واحد ان هو يقدر يفنش الفايت في الاول، ما قدرش خلاص لازم يلجأ للجيتسو. وانا حسيت انك انت تحب تخلي الواحد بعيد شويه عنك. الحمد لله فعلا. انا اعتبر من معظم معظم مباراتي كنت افضل من الخصم، عندي الريتش ادفانتج بحب استخدمه. ايوه الريتش ادفانتج فهم على طول يشبكوا عليك انت، فلازم خطه بقى لازم اقصد. اي أيوة والله. عندك سؤال انت؟ انا اسمح لي براحتك. دقيقه يا مستر احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان فاصلا ونعود. كان فصل إعلاني، كان مجرد فصل إعلاني. الحين قلنا مع الكابتن أحمد ذا برنس فارس الفتى الشجاع. كنت تحضر الرسوم هذا؟ لا، أنا من وأنا صغير أحب ذا برنس. الوالد على فكرة كان من متابعين نسيم حميد الملاكم. والدي كان يعشقه، فمن وانا بدات العب قال لي انت سامي نفسك برنس، فانا سمعت الكلام بقى وانا احب برنس نسيم. لا جاي عليك والله، ظبط. لا وبالعكس تكون برنس احسن، ما دام انت فيذر ويت، لو انت هيفي ويت كنت تكون كينج، لكن انت فيذر ويت يعني برنس. جاي مظبوط افضل حلوه. فا خبرني عن الوان تشامبيونشيب. هم قالوا الوزن هناك في الفيذر ويت ما يكون 175، من 145 ل 155. ايوه رينج. ها رينج 155 رينج. هم يجي 145 ل 155
وهما يجوا لك 155 صح؟ تعالوا شوي. بص اخي، هم الميزان بيتم خلال 3 ايام. اول يوم قبل اللعبه بيومين بيجي يوزن ميزانك، يشوفك كام، بس بيعمل لك هيدريشن تيست، ياخد عينه بول ويشوفك متخسس ولا، يعرف منها انت عامل كات ويت ولا. لازم تطلع في الابر ليميت، الليميت بتاع الفيزر ويت من 145 باوند ل 155 باوند. تطلع 150 151 52 لغايه 55 ما فيش مشكله، طالما انت عملت هيدريشن تيست بس عديت منه ما فيش مشكله. تاني يوم نفس الكلام، اذا انت عديت في اختبارين، عديت مرتين، ما بتعملش التالت. اذا فشلت في واحد فيهم بتضطر توزن يوم الميزان في التالت مره. فهي عمليه الميزان بتاعتهم معقده عن باقي المنظمات، بس بتحفظ للاعب صحته، يعني ما حدش بيخش هو عامل كات ويت، فبتلاقي اللاعب عندها باور افضل ولعب افضل. اها، واو ما شاء الله عليك. كويس سيستم. اظن هناك يتلعبوا كثير في الوزن، فعشان كذا لازم يحطون حاجه كويس ويمشون عليها. صح؟ عقدوا عليكم لكن سلام تجميع هذا. بالظبط بالظبط. هم عندهم في 2011 او 2013 مش متذكر، عندهم لاعب مات توفى بسبب التخسيس، فهم قعدوا قالوا لازم نحل مشكله الكات ويت ديت، فعملوا البروتوكول بتاع الوزن ده. قال لك لا، احنا مش هنسمح بكات ويت تاني، هنخلي اللعيبه تعمل هيدريشن تيست نشوفهم عاملين تخسيس ولا لا. اللي مخسس وعامل كات ويت هيبان في الهيدريشن تيست بتاعه من عينه البول، ومش هيلعب الفايت، مفيش حد يلعب مخسس، تلعب بالووكينج ويت بتاعك. والله صدقني هذا واحد مات من الكات ويت احترق صح، فشل في الكلى، كيدني فيلر، ف ممكن يموت. في ناس بيحصل لها كتير نوبات، حتى خبيب في مره كان كاد ان يموت، بس الحمد لله يعني ربنا كرمه وعاش. في مره ما قدرش يلعب بسبب الكات ويت. صح. انت قلت انت كان لك في الملاكمه، فهل هل نقدم لك عرض من واحد مشهور يوتيوبر، هل ممكن تلاكمه زي جاك بول ولا مين هذا؟ لا شك، يا ريت لو جالي عرض هلعب على طول، يعني بيبقى هو اذى نفسه، لان هيفتكرني ام ام اي فايتر عادي، لكن انا في الاصل بوكسين، انا كنت بطل في الجامعه عندي، ولعبت بطوله الجامعات كذا مره، جبت مراكز وبلعب بوكسين كويس، فالحمد لله. يعني اذا في عندك ملاكم حابب يلعب يعني قول له عندنا البرنس يلعب. تخيل، ما اعرف والله يكون في، ليش لا والله هنا هناك غريبه، خلنا مستغرب يعني. يجيب لك واحد عندكم في الامارات في ايفنت، اندرسون سيلفا راح يلعب ملاكمه كمان شهر اعتقد. مين هو؟ اندرسون سيلفا يلعب مع برونو ملاكمه. اندرسون سيلفا في دبي هذه شهر 7 صح؟ اعتقد اندرسون سيلفا استاذ كبير، اسطوره يعني، هو مثل اعلى لكل اللاعبين بتوع الام ام اي. كفايه انه هو 45 سنه او 46 سنه اعتقد، ولسه اداؤه جميل. هو محافظ، لما تكون محافظ يبان عليك. بص اخي، هو اللعيبه اللي بتلعب بتستخدم الباور بس، او هو لعبها بيعتمد على القوه والنفس، لما بتكبر في السن ما بيبقاش عندها حاجه تديها، لانه بيعتمد على كده بس. لكن هو كان طول عمره فنان، ما بيعتمدش على الباور، بيعتمد على التكنيك، فحتى لما كبر هو لسه تكنيكه زي ما هو، بالعكس هو بقى عنده اكسبيرينس اكتر كمان. اها، زين كلنا يا مستر برنس، المرحله الجايه اللي كنت في وان تشامبيونشيب متى حتكون؟ ضد مين؟ هو الى الان وان تشامبيونشيب للاسف يعني الشديد مش مهتميه بما فيه الكفايه معايا، ما فيش عروض في الفايتات دايما. الشيء ده مش مصنف يعني؟ مش مصنف نهائي، لا لسه مش مصنف خالص. ممكن لو كنت كسبت الماتش اللي فات كان هيبقى الموضوع صح. مختلف، بس من ساعه ما خسرته هم متوقفين معايا شويه، فانا سبب ان هم ما بيجيبوليش ماتشات. انا اوبن العب، ممكن العب ان شاء الله في اي ايفنت هنا من الايفنتات اللي موجوده في الشرق الاوسط، لغايه ما يجي لي عرض من عندهم. انا واخد منهم البرميشن، يعني واخد اذن كويس ان انا اقدر اتحرك شويه. صح احسن لك يا اخي، شو حننبغ يعني. بالظبط بالظبط. والله لك، اتمنى لك التوفيق والله، تشرف مصر، تشرف افريقيا، وتشرف العرب والمسلمين والشباب بشكل عام يعني. لكن ربنا يخليك.
في آخر لكمة خلنا سلسلة ثانية موجودة عندي ورقة ورقة ما أقرأها والله. خلنا سلك سلعة عشوائية كذي لغير الجو براحتك براحتك معاك تمام. الناس كذي يريدوا تعرف عنك يا أحمد، فبسلك سلعة سريع أنت تقول لي أول شيء يجي على بالك. أول شيء سلك سلعة خفيفة يعني شو تمام نبدأ نبدأ شو أحسن أكل عندك؟ الفتة. أحسن مشروب؟ عصير القصب. ها؟ عصير القصب. عصير القصب. قصب. أها. أوكي. أحسن لون؟ الأبيض والأسود الاثنين. أحسن فيلم؟ روكي. أوكي. أحسن تي في شو؟ مسلسل انيميشن بقى ناروتو بليتش وان بيس انيميشن، ما اتفرجش على مسلسلات عاديه ما. مش متابع ناروتو هذا انا ما دخلت فيهم لاني اعرف لو دخلت فيهم هذاك زمان 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 كنت اتابع ساموراي اكس. اوكي تعرفه تابعته عدت السيزون الثاني 50 مره، فانا اعرف لو رحت ببرسوباني مش هطلع منه. أنا صحيح في حاجة زي كذا تشجع في الراس. المهم أحسن فيديو جيم ميدل اوف هونر. ميدل اوف هونر. أحسن فرقة موسيقية مش على ما عنديش معنا في الجيم تسمع موسيقى على طول يعني. لا لا أوكي. أحسن بليست ترافل احسن مكان تسافر ليه؟ ما رحتوش قبل كده بس انا نفسي اروح اليابان. ليش انا نفسي اروح؟ ليش بشوفها كتير كده مختلفه يعني بشوفها كتير في الفيديوهات. انا من عشاق الانيميشن زي ما انا قلت لك، ف اي حد بيتفرج على انمي وكده بيبقى نفسه يروح اليابان. انا نفسي اروح اليابان. في الاماكن اللي انا رحتها بحب جنوب افريقيا، احب السنغال، اتبسطت جدا فيهم طبعا، سنغافوره، البحرين، كل البلاد دي بحبها جدا يعني. ما رحتها مره بس عاوز اكررها تاني. صح. جيت الامارات من الاول؟ الامارات جيت حوالي 5 مرات. اوكي ان شاء الله نشوفك مره ثانيه ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. واحسن حيوان عندك؟ للاسف أسد؟ عشان شعرك يعني. الأسد فخامة كده فخم. عشان كده شعر شوية فوق أنت يعني. يا ريت أبقى أنا كنت بقول حاجة زي الفهد يمكن ولا تشيتا ولا رشيق. طبعا الفهد رشيق جدا جميل. فيزر ويت هو على هيفي ويت. فيزر ويت. أفهم أنت بقى. أحسن MMA فايتر حالي ولا عموما؟ قولي حالي قديم يعني من قديم من في فيدور إيميلينكو. ها؟ قديم فيدور إيميلينكو في القدماء. فيدور إيميلينكو. ليه نحن نلعب في بلتر؟ ببقى زي زمان تحس إن هو يعني حد تاني يعني. صح مش صح هو في البدايه. صح. البرايم بتاعه كان حاجه تانية. حاليا اسرائيلي دساني. تعرف انه هو برضه جامعي ومهندس. هو مهندس؟ ايوه. كويس. علمها صدمني انا. لكن انا كمان. فيفرت احسن رياضي عندك من هو؟ غير أحسن. محمد علي كلاي. محمد علي ليش؟ راجل ليه مواقف خارج الرياضة، ليه مواقف استثنائية. بدأ وهو بطل، كمل وهو بطل، واعتزل ورجع تاني بطل. قصة حياته استثنائية، تحس ان هو رياضي مختلف عن كل رياضيين. صح.
استثنائي. قول احسن مباراه عندك اي اشياء احسن مباراه في الامميه؟ احسن مباراه في مباراه كتير، بس اعتقد بعد مباراه كونر ماكريجور ضد مينديز تعلمت منها كتير. شاد مينديز فيرسس كونر. ومين؟ شاد مينديز مين؟ مرات شاد مينديز وكونر ماكريجور. ايوه هذيك اول مباراه اللي لعبها كونر بالنسبه لي، هذيك اول مباراه لعبها كونر، لانه هذا شاد مينديز امتحنه صح. كانت مباراه جميله و مباراة إسرائيل إداسانيا مع جاستالوم، كيفن جاستالوم وإداسانيا كانت رائعة. وهذيك أول مباراة لعبها إسرائيل إداسانيا تعتبر، لأنه خلاه ياخذها، خلاه يفوز صح يعني. صح. مو زي باولو كوستا، باولو كوستا يا أخي، والله باولو كوستا ما رجع بعد ما طاح، هذيك الطيحة ما رجع مرة ثانية. صحيح. المهم. أحسن مباراة عندك أشياء؟ عندنا مباراتي مع إدوارد كيلي كانت ليها ظروف خاصة. إدوارد كيلي أيوة مانشامشيب. كانت ليها ظروف خاصة وكنت لوحدي معيش في كورنر، وكانت تحدي صح. كبير ليا صح. وكان وقتها ضيق ما حضرتهاش كويس، فكانت ضغط نفسي كبير، لكن اعتقد ان كانت مباراه جميله يعني. حولك مفيش مشكله يا جماعه، وشكرا على حسن استماعكم، ونشكر الكابتن احمد فارس على شكرا جزته الرمضانيه الطيبه. كل رمضان نقعد انا وكل رمضان نقعد نفس الوقت هذا نشرب شاي مع بعض ان شاء الله. انا قاعد اختلف، لكن اللي تتابع مباراته كل مبارياته على اليوتيوب، فتفتح اليوتيوب تروح انت خالص اصله موجود قدامك. شاب سام ماله حلو، سام مال فريد من نوعه، تحس انه اسرائيل قاعد تستني الفيذر ويت. لا جميل، اصلا اسرائيل تستني يتمنى يكون احمد. ايش عرفك انت؟ ربنا يخليك، الله يخليك، الله يخليك، كلك ذوق يا اخي. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.